بطولة مش سهلة، أظن دعوات المصريين كلهم معانا. انتوا بقى عايزين تعرفوا انا عملت كده ليه. انا عملت كده عشان انا مبقاش بطل افريقيا اكتر من مره، وما باخدش 1% من واحد قاعد دكه طول السنه في الاهلي او الزمالك بيلعب كوره. ما يرضيش ربنا ليه انا ابويا يبقى مديون بسببي؟